حابب اقول للناس انه الحمد لله السينما دلوقتي قامت تاني جدا و في منتهى القوة، نقدر نقول انها يعني لسه ممكن يبقى فيه احسن ان شاء الله، لكن مستقبل السينما واعد جدا في مصر. النجوم والابطال كتير والنجوم الصاعدة كتير والافكار كتير، بس محتاجين ان احنا نبعد شوية عن فكرة ان احنا نشتغل علشان ننزل في الاوقات اللي هي اوقات الذروة زي ما بيقولوا، اللي هي في العيد الصغير والعيد الكبير، اللي هي مش مناسبات بيسموها ايه، مواسم. مواسم صح، سيزونز صح. ايه ايه حكايه المواسم دي؟ انا مش فاهم يعني. يبقى في 10 افلام هايلين مثلا، او نقدر نقول 6 افلام منهم هايلين، ليه كلهم ينزلوا في نفس الوقت؟ انا لو رحت مثلا السينما في الاجازه هروح فيلم مره، انا حابب ان انا كل شهرين عايز اشوف فيلم في السينما. كل ما اجي اخرج مثلا ساعات كتير جدا نقول لبعض تيجوا نروح سينما، مفيش حاجه جديده، ويجوا كلهم مره واحده، وبعدين نسمع اصل ده في سباق ايرادات وسباق معرفش. انا مش حابب الفكره دي، لا في رمضان بالنسبه للمسلسلات ولا في المواسم بالنسبه للسينما.